عندي افتتاح أكبر مجمع طبي في الدمام، اللي هو مجمع رويال الطبي. أوكي، وأبي عبايات، أبي عبايات مميزة وحلوة، سواء للافتتاح أو لفترة إقامتي في الشرقية، في الدمام، في الخبر. ولا عليكم حدي أهل السعودية، سألتكم ذاك اليوم كل محبيني ومتابعيني كلكم بالإجماع قلتوا لي الفيصلية، عشان كذي أنا وين جاية الحين. خليني أوريكم، يا 89 مول، عشان أشوف محل الفيصلية للعبايات بناء على استفتائكم، لأن كلكم قلتوا لي هني بشوف اليوم، يا يعجبني يا ما يعجبني، على ذمة الراوي، أو بالأصح على ذمة فانزاتي. وسعيدة جدا اني راح اجي للسعودية عشان افتتح ان شاء الله مجمع رويال الطبي لمجموعة الدكتور شعيب العازمي الطبية. سعيدة اني راح اجي للسعودية، والحين بنزل بشوف عبايات الفيصلية. وصلت الحين، شوف وين مبين ولا لا. وصلت الحين، وصلت وين؟ بناء على كلامكم وصلت عبايات الفيصلية. خلوني ادخل وشوف. شوفوا، بختار الحين بنات وبقايس وشوفوهم علي، وراح اسوي تصويت تقولوا لي اي وحدة اختار. يلا شوفوا، بختار